السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل بسكوت العيد اللي هو بكمباودر مش بالنشادر وجوز الهند. المقادير لكل كيلو دقيق، لكل كيلو دقيق كوباية ونص، هنعمله بالشوفان، كوباية ونص شوفان، كوباية ونص جوز الهند، تلاتة فانيليا، معلقة ونص صغيرة بكمباودر، كوبايتين سمنة، كيلو دقيق، كوب ونص سكر ناعم مطحون، وست بيضات ورشة ملح، وعلى كل 2 كيلو كيس لبن نيل، كبل لبن بودرة. دلوقتي هناخد المقادير كلها. ايه الشوفان؟ الشوفان اهو طحناه بالمطحنة، نحط على الدقيق، وده لبن البودرة، وبيكنج باودر، ودي الفانيليا، ودي جوزة الهند، رشة الملح. هنحط معاهم كل كيلو دقيق هياخد 6 بيضات. بعد ما لمينا العجينة كده وسبناها ترتاح نص ساعة، هنبدأ نقطعه بقى في المكنة. وهو قطعناه وندخل الصاج في الفرن يستوى على درجة حرارة 180 درجة. لازم نغطي العجينة اللي باقية في كيس عشان ما تنشفش. اهو بعد ما طلع من الفرن مقرمش وجميل وطعمه وسط الهند وصحي ومفيد وفيه شوفان. ولو عجبكم لايك وشير واشتراك في القناة.